تحية لكم مشاهدينا الكرام. التحالف العربي الذي تدخل في اليمن لإنقاذ البلاد وإخراج الميليشيا الحوثية من البلاد بات اليوم مشاهدينا الكرام يبحث عن تدخل دولي لإنقاذ سفنه وربما ناقلاته النفطية من هجمات الحوثي المتكررة في مضيق باب المندب. إذن مشاهدينا الكرام هذا ما وصل إليه التحالف العربي بعد سنواته الأربع وحربه وتدخلاته في البلاد. إذن آخر تطورات مشاهدينا أن المملكة العربية السعودية قامت بتعليق شحناتها في باب المندب جراء هذا الاستهداف من قبل الحوثيين. نتساءل مشاهدينا الكرام ما تداعيات هذا التعليق التي قامت به المملكة العربية السعودية بالنسبة لسفنها وناقلاتها النفطية في مضيق باب المندب، وكذلك هل تهدف المملكة جراء هذا التعليق إلى لفت العالم إلى الحرب ربما المنسية في اليمن، وهل سيكون هناك تجاوب دولي جراء هذا التعليق الذي قامت به المملكة العربية السعودية؟ ونتساءل أيضا هنا مشاهدينا هل فشل التحالف العربي ما استدعاه إلى طلب تدخل دولي لإنقاذ سفنه وبوارجه؟ وأيضا نتساءل ما هي الأخطاء التي ارتكبها التحالف العربي ما استدعى قيامه باستدعاء تحالف دولي لإنقاذ الوضع في البلاد؟ والسؤال الأهم الذي يطرح نفسه مشاهدينا الكرام، هل يحتاج التحالف العربي إلى تدخل دولي أم إلى تمكين الشرعية في البلاد؟ إذن هذا محور نقاشنا في حديثنا المسائي لهذه الليلة. سنناقش هذا الموضوع بمعية ضيوف الذين سوف ينضمون إلي تباعا في حلقة الليلة، ولكن مشاهدينا الكرام في البدء دعونا نذهب لمتابعة هذا التقرير ونعود للبدء في النقاش. تهدد إيران بإيقاف شحنات النفط في مضيق هرمز، وسرعان ما تكلف وكلائها الحوثيين بتنفيذ التهديد في مضيق باب المندب، فهي تحرص على عدم التورط بشكل مباشر في استهداف الملاحة الدولية وخطوط النفط العالمية، لتنجح طهران بالفعل في تنفيذ وعيدها في تعطيل تصدير النفط الخليجي جزئيا دون أن تتحمل مسؤولية مباشرة. فالمنفذون هم الحوثيون الذين تزودهم بالصواريخ عبر التهريب وتراهن على عدم إمكانية محاسبتها على أفعالهم. لم يعد البحر الأحمر آمناً، يؤكد ذلك جنرال إيران المتنقل بين دول المنطقة قاسم سليماني بعد يوم واحد من استهداف ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر، فيما ذهبت السعودية لتعليق شحنات النفط عبر مضيق باب المندب في انتظار تأمين دولي كما تشير الصحافة السعودية. وعلى سبيل رب ضرة نافعة، جاء القرار السعودي بتعليق شحنات النفط لدق ناقوس الخطر في مسمع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية من التهديد الذي يشكله الحوثي وإيران. وتأمل أوساط سعودية أن يمثل قرار التعليق فرصة لدفع المجتمع الدولي لاتخاذ قرار حازم بتحالف دولي لإيقاف خطر تهديد الملاحة الدولية، على اعتبار أن إيران ووكلائها الحوثيين لم يواجهوا بجدية صارمة من قبل المجتمع الدولي. لكن هل يعني ذلك إقراراً ضمنياً بفشل التحالف العربي في تأمين الملاحة؟ وما أوجه هذا الفشل وقبل ذلك أسبابه ومقدماته؟ وهل إطالة أمد الحرب وتأخر هزيمة الحوثيين يعود بالفعل انعدام جدية المجتمع الدولي في الضغط على إيران وذراعها الحوثي حتى يكون هناك رهان خليجي على جدية دولية يوقظها قرار تعليق شحنات النفط؟ وبدلاً من انتظار تدخل يحمل حلاً جاهزاً من الولايات المتحدة وأوروبا، لا يخلو من مخاوف تكرار درس العراق وسوريا اللتان تزعم الغرب العمليات العسكرية فيهما لتستلمها إيران على طبق من ذهب. يتساءل البعض لماذا لا يكون التحالف العربي ذاته بحاجة لمن يوقظه على ذلك النحو الذي يجعله يعيد تصويب سياسته نحو الشرعية وتمكين حلفائه في اليمن من بتر الذراع الإيرانية وكبح جماح الحسابات الخاصة بالإمارات التي أعاقت الحسم وأربكت المملكة العربية السعودية وشتتت اهتمامات القوى المناهضة للحوثيين وفرخت جيوش وميليشيات وانحرفت بمهمة التحالف نحو متاهات لم يستفد منها غير من استهدف اليوم ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر ووصلت صواريخه البالستية الإيرانية إلى قلب العاصمة الرياض. إذن تابعنا سويا مشاهدينا هذا التقرير، وينضم معنا هنا في الاستوديو السيد
عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد الدراسات، نرحب بك سيد عبد السلام. وأيضا ينضم معنا سيادة العميد عبد الله القحطاني الخبير العسكري من المملكة العربية السعودية، نرحب بك سيادة اللواء. نعم نرحب بك في حديث المساء. ولو بدأنا هنا بالسيد عبد السلام محمد في الاستوديو، كيف تقرأ ما أقدمت عليه المملكة العربية السعودية من تعليق شحناتها في مضيق باب المندب؟ التحالف العربي والمملكة العربية السعودية وبقيادة المملكة هو في الأخير يريد أداء في اليمن مشترك مع المجتمع الدولي، ولا يريد أن يكون منفردا في قرارات مصيرية قد تؤدي بالمنطقة إلى فوضى أكثر من الموجود. ونحن نعرف أن قدرات العسكرية للتحالف العربي أكبر مما هي موجودة الآن على الأرض، يعني بمعنى أن الحديدة كان يفترض أن تحرر بسهولة جدا من قبل التحالف لو أراد ذلك، ولكن تأخير هذا الأمر لعدة أسباب، من ضمنها السبب الأول إعطاء فرصة للمجتمع الدولي في التفاهم مع الحركة الحوثية من أجل بعض الاتفاقيات السلام أو تمريرها أو على الأقل تخفيف الكلفة الإنسانية. ثانيا من أجل إشراك المجتمع الدولي أيضا في هذه المهمة، كون الحديدة أو أمن البحر الأحمر بشكل عام وخاصة ممرات النفط ومضيق باب المندب هي مسؤولية دولية وليست مسؤولية التحالف فقط. وبالتالي هذا الهدف، هذا هدف الإشراك هو الذي جعل المملكة تفكر الآن كما أعتقد أنا شخصيا، قد يكون هناك تحليل آخر، بما جعلها تفكر في عملية إيقاف هذه التدفق أو شحنات النفط حتى يتم تأمينها بشكل دولي وبشكل جماعي. وبالتالي معناها أن تحرير أصبح تحرير الحديدة مسؤولية دولية وليست مسؤولية التحالف العربي فقط أو مسؤولية يمنية. جميل، يعني مسؤولية دولية كما تحدثت، وربما الآن يعني كما تحدث السيد عبد السلام سيادة اللواء، سمعت كلام السيد عبد السلام، ربما تحدث عن يعني ما الهدف التي يعني ترمي إليه المملكة العربية السعودية جراء توقيف هذه الشحنات والناقلات النفطية. هل يعني أنتم الآن تريدون أن تستدعوا العالم الآن لكي يحرر البلاد من الميليشيا الحوثية طبعا وكف أذرع إيران من المنطقة طبعا؟ لا بالعكس، بل لدعوة المجتمع الدولي إلى أن يوقف دعمه للإرهاب. المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة وبمبعوثها وببعض الدول الكبرى في أوروبا وفي القارة الأمريكية يدعمون الإرهاب مباشرة. من يحمي الحوثي ويمنع تحرير الحديدة ويعرقل الجهود العسكرية الجارية على الأرض والموفقة التي تحاصر الحوثي وتطرده من الحديدة هي تلك الجهات. وبالتالي هذا القرار من السعودية والتحالف العربي والشرعية اليمنية هو ليقول للمجتمع الدولي أنتم تدعمون الإرهاب، وها هي جهودكم، وها هي ثمرة تغطيتكم للإرهاب تتضح في المياه الإقليمية الدولية. ها هي إيران مباشرة تحاول أن تغرق أو أن تحرق السفن التي تحمل 2 مليون برميل من النفط في البحر. هذا مباشرة رسالة للمجتمع الدولي، إما أن يقومون بدورهم ويمنعون الإرهاب الإيراني، وإما أن لا يعرقلوا التحالف العربي ويمنعون تقدمه على الأرض. ونحن نعلم أن التحالف العربي والدول التي تمثله والمملكة العربية السعودية في المقدمة هي دول ذات سيادة ودول تحترم القانون الدولي وتعلم أنها جزء من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة، وبالتالي هي تعمل تحت هذا الغطاء وتحاول أن تكون جهودها العسكرية منسقة مع الجهد السياسي حتى نصل إلى حل سياسي في اليمن. يعني هل أفهم من كلامك سيدة اللواء أن الآن من يعرقل الآن الحسم وربما الآن تأخر أيضا يعني حسم الجبهات في عدة مناطق في البلاد هو المجتمع الدولي الآن؟ نعم نعم، هي الأمم المتحدة والدول الكبرى من خلفها، وسأذكر دولة فقط بريطانيا على سبيل المثال، وهي من يعرقل هذا الحسم المباشر. وأثني على كلام الأخ عبد السلام يا أخت أماني. نعم. الأخ عبد السلام ذكر الحقيقة، هي أن المملكة العربية السعودية والتحالف العربي لديهم الإمكانية ويستطيعون تحرير ليس فقط الحديدة الميناء
وانما الساحل الغربي، وانما ايضا صعدة، وحتى وصلنا الى صنعاء. ولكن المجتمع الدولي وبعض الدول الكبرى التي تتخفى خلف ستار الامم المتحده هي السبب بكل بساطه، وهذا معروف، هذا ليس بجديد. ومع الاسف هذه الدول تدعي انها تحارب الارهاب ولكنها في اليمن تدعم الارهاب مباشره. نعم، طب الان هل انتم الان تراهنون، طيب تحدثت انه ربما الان لجذب الانتباه الان ويكون لهم دور بالنسبه للمجتمع الدولي، الان هل معول عليه ان يقوم بحل هذه الامور الان؟ كان هناك قرار دولي كما نعرف 22/16 الان لم ينفذ، فبالتالي هل يمكن الان المراهنه ان سيكون لهم دور ويعني ويتم حل هذه المعضله في البلاد؟ نعم طبعا، لو التحالف العربي بقيادة السعودية هو الآن يتفاهم مع هذا المجتمع الدولي ولا يعطيهم أي فرصة، حتى لا يقال أنكم من عرق للحل السياسي، يعطيهم الفرصة كاملة لمحاورة الحوثي. ولكن الحوثي حقيقة يقدم الدليل القاطع من خلال الأمم المتحدة على أنه لا يريد السلام. الآن التحالف العربي بإمكانه أن يحسم الموضوع عسكريا ولا يلتفت لأي أحد، بإمكانه في سوالات بسيطة أن يخلص الميناء في الحديدة مباشرة. ولكن التحالف أيضا له علاقات دولية معقدة مع الأمم المتحدة ومع الدول الكبرى، ولا يريد أن يضع نفسه في نفس الخانة التي يتواجد فيها إيران والحوثي. بكل بساطة هذه دول ذات مسؤولية تحترم نفسها وتحترم القانون الدولي ولها علاقات مهمة ومؤثرة، والمجتمع الدولي له أهمية في التعاون مع المملكة العربية السعودية تحديدا. نعم. ومع التحالف العربي. ولكن وفي النهاية، وهذه هي النقطة الحاسمة والأكيدة، لن يتم التقدم على الجبهات اليمنية إلا من خلال الحسم العسكري. لن يتم أي حل سياسي في اليمن إلا بحسم عسكري، وفي المقدمة تخليص الحديدة والساحل الغربي تماما من الوجود الإيراني. جميل جدا، ابقى معي سيدة اللواء. سيد عبد السلام، يعني مجتمع دولي هو من يعرقل الآن التحرير، ويعني التحالف العربي هو يريد كما تحدث سيدة اللواء الحسم العسكري هو الحل. الآن كيف تنظر يعني طيلة الأربع سنوات، هل أيضا التحالف العربي قام ب يعني الأهداف اللي ذكرها في بداية العاصفة لتمكين ربما الشرعية في بعض المناطق؟ لأنه هناك من يتحدث أنه من أضعف الشرعية هو يعني دول تحسب على التحالف العربي، فبالتالي ما يحدث الآن هو مقدمات لربما إدارة فاشلة من قبل التحالف للشرعية وللمناطق المحررة، وأيضا يعني تمكين الشرعية في مناطق معينة في البلاد. قبل الحديث عن موضوع الشرعية ووضعية التحالف وتمكينه أو لا، دعيني أطرح لك المعادلة التي حصلت في معركة الحديدة بالأساس. نعم. عندما بدأت المعركة كان هناك ضغط دولي على أن هناك قضايا إنسانية يعني، صحيح. وهناك عبء إنساني كبير جدا في التحرير. بالمقابل صعدت إيران من خطاباتها بعد معركة الحديدة، فخرج نصر الله يتحدث، وخرجت تهديدات قاسم سليماني، وخرجت بيانات وتصريحات من إيران، وهو ما جعل التحالف العربي أن يعطي أمرين، رسالتين للمجتمع الدولي. الرسالة الأولى، تعالوا تفاوضوا مع الحركة الحوثية وخرجوا بأي اتفاق سياسي نحن ندعمه، وأعطيت الفرصة كاملة جدا للمبعوث غريفيث، المبعوث الدولي للأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، وفشل ذريع جدا في تحقيق أي تقدم مع الحوثيين. الرسالة الثانية كانت أن هذه التصريحات وهذه التهديدات على إغلاق مضيق هرمز وتهديدات يعني ليست جوفة وإنما حقيقة تم تطبيقها من قبل ميليشيات الحوثي، أي بمعنى إثبات أيضا جديد للعالم أن الحركة الحوثية هي تتحرك بأوامر إيرانية وليست بفعل محلي أو بفعل صراع داخلي يمني، إنما هو صراع إقليمي. نعم. وأنه كلما يحصل توتر شديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يحصل في المقابل على الأرض أن هذه الحركة تدعم تصريحات إيران وتطبقها على الأرض، وهذا الأمر خطير، بمعنى أنه يذهب أيضا بوضعية البلد والحرب في اليمن إلى صراع ليس إقليمي فقط، صحيح. بين تدويل بين الخليج وإيران، صحيح، بل تدويل أيضا الحرب إلى أنه قد يكون صراع دولي،
ونحن نخاف أن تتجه اليمن بنفس الاتجاه. وهذه النقطة التي سأثيرها أيضا مع سيدة اللواء، أنه الآن الطلب الدولي وتدويل هذه القضية مآلاتها أيضا يعني على الوضع في البلاد. ولكن دعني أعود لسؤالي. أنا سأكمل النقطة الأخيرة. بقدر ما هذا أيضا هو إيجابي بالنسبة للتحالف العربي، أنه يشرك أيضا المجتمع الدولي في الحرب على هذه الجماعة، وهذه الجماعة أصبحت لها لوبيات قوية داخل المجتمع الغربي. هو بقدر أيضا جانب سلمي أن التدخل الدولي قد تدخل أيضا طرف آخر قوي في المجتمع الدولي مثل روسيا. نعم. وهذا سيخلط الأوراق بالنسبة لإمكانيات يعني ما يحصل في المناطق المحررة وهل تمكين الشرعية. دعينا أقول أن التحالف العربي هو ليس بيده كل شيء، أيضا الشرعية لها قدرة. هذه المناطق محررة وهي بيدها، وعليها أنها تفرض إرادتها وقوتها. هناك من يقوض ولا يساعد الشرعية أنها تقوم بدورها كما يجب. الطرف الذي يقوض ينكشف سرعان. نحن رأينا المعركة التي حصلت في سقطرة، وفي الأخير خضعت الإمارات للشرعية فيها، بمعنى أنه إذا يعني هذه الجهود وهذا الوقت سيد عبد السلام يأخذ الجهد الآن، ويعني يجعل الأمور يعني الشرعية بدل ما تلتفت لهم أكبر وهو يعني صراعها مع الميليشيا وربيع الحياة، الآن أصبح صراع داخل دول في التحالف. دعيني أقول لك، هل تريدين من المملكة العربية السعودية والإمارات أن يدخلوا في الصراع المحلي بين الحراك الجنوبي والشرعية؟ خطأ. لكن ايش ما هي القدره الذي يمكن ان يقدمها؟ يقفوا على الحياد ولا يدعموا بالضبط على الحكومه اولا ان تتفهم وتستوعب. ومن ثم الامر الثاني والاهم عليها فرض ارادتها. كلما هي تفرض التحالف سيكون معها، لانه اذا لم يكن التحالف معها في وقتها سيكون مع المتمرد، وبالتالي هنا يقوض الشرعيه هي الضعيفه وهي التي يعني لم تتحرك. هناك ضعف في الشرعيه، وايضا هناك استقطاب اقليمي لمصالح خارج إطار عمل التحالف في اليمن. هذا الصراع هو سينكشف إذا كانت الشرعية كلما كانت أقوى على الأرض، كلما هذه الخلافات والصراعات الإقليمية على المصالح الاقتصادية البسيطة ستتقوض. جميل. سيدة اللواء، يعني تحدث السيد عبد السلام لنقطة مهمة جدا بالنسبة لموضوع الآن. المملكة طبعا تطلب أنه يكون هناك تدخل دولي لكف يعني أذرع إيران في البلاد، وأيضا القضاء على الميليشيا في البلد. هل هناك يعني مآلات لا تحمد عقباها نتيجة هذا التدخل الدولي ربما وتدويل موضوع اليمن؟ يا سيدة أماني، المجتمع الدولي متدخل منذ اللحظة الأولى للانقلاب في اليمن. من يدعم الحوثيين ويسمح لإيران هي دول كبرى في العالم، وبالتالي التدويل هو حاصل سلفا. ولكن عاصفة الحزم والتحالف العربي جاء ليحد من هذا الداء، وحاليا ليس هناك جديد. والتحالف العربي بقيادة السعودية لا يطالبون من الأمم المتحدة ولا من المجتمع الدولي أن يحرروا اليمن من إيران والحوثي، وإنما يطلبون منهم إيقاف دعمهم للإرهاب في الخلجان العربية وفي اليمن وأعضاء إيران. هذا هو المطلوب منهم وليس أكثر من هذا. أما الخلافات الأخرى كما أشار جنابك قبل قليل، الإمارات أو غيرها، فهذا غير وارد. صدقوني والجميع يعلم، لا يوجد لا استقطابات ولا يوجد خلافات بين المملكة وحلفائها. المشكلة تتركب في ضعف بنيوي في الشرعية اليمنية، هي تتركب على مشاكل في أشقائنا في اليمن. هم شذر مدر، لا يوجد لهم كلمة واحدة، هم أحزاب وملل ومناطق وتوجهات وارتباطات ومشاكل داخلية أكثر منها مع الخارج. وبالتالي هذه التوازنات الداخلية هي بحاجة إلى من يمنع قيامها وإثارتها وتأثيرها على الإنسان اليمني، تحتاج إلى من يرعاها. يعني هل أفهم من كلامك سيدة اللواء أنه يعني الشرعية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي إلى الآن يعني لم تدر، يعني لم تعد قادرة أو ربما تمتلك القدرة الآن لإدارة نفسها، وهي يعني ضعيفة؟ لاحظي، حينما نتكلم عن الرئيس عبد الرب منصور هادي كرمز شرعية اليمنية فهذا شيء مختلف. أما حين نتكلم على بعض الأحزاب والأطراف في هذه الحكومة التي يقودها رئيس مجلس وزراء حاليا، فهنا هو الخلاف. لا ننسى أن الإخوان يتواجدون في هذه الحكومة، وأن الإخوان لهم أجندة نحن نعرفها جميعا، ولها ارتباطات مع حتى إيران ذاتها التي انقلبت في اليمن. وبالتالي هنا هي الخطورة، وليست الخطورة لا من السعودية ولا من الإمارات ولا من الأردن ولا من المغرب ولا من مصر. الخطورة هي في التباينات الداخلية اليمنية
وفي دعم الإرهاب من المجتمع الدولي ممثل بالأمم المتحدة. نعم، طيب ربما يعني يحتاج هذا لحلقة أخرى يعني نفرد الموضوع والنقاش بهذا الموضوع، ولكن لو عدنا الآن بالنسبة لي الآن تعليق هذه الشحنات ربما وأيضا ردود الأفعال بالنسبة الدولية جراء هذا الموقف الأمريكي الآن والأوروبي جراء هذا التعليق، هل لمستم أن هناك تجاوب سيدة اللواء؟ أولا الرسالة هي واضحة من المملكة العربية السعودية لأن إيران ما تفعله في اليمن هو إرهاب ضد العالم ككل، من يستهدف ناقصات البترول في البحار هو إرهابي بدرجة أولى، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل النتائج. أما المملكة السعودية فليس عليها أي نتائج، هي لديها خطوط أنابيب بترول من المنطقة الشرقية إلى عرض البحر الأحمر وليست بحاجة لباب المندب، ولكن العالم هو الذي يحتاجه، وبالتالي نعم المجتمع الدولي حاليا. طب هل لمستم هناك جدية بالنسبة للمجتمع الدولي؟ لأنه سيدة اللواء هناك من يقول أنه ربما عدم جدية المجتمع الدولي يعني جراء الأحداث في البلاد، لأنه عدم جدية التحالف نفسه ربما بحسم الأمور في اليمن. حسم الأمور في اليمن تتطلب جهود داخلية في التحالف مع الشرعية اليمنية، هذا على جانب. أما المجتمع الدولي وتحديدا الأوروبي فهو متخاذل وهو يسعى إلى خدمة إيران ويريد الإبقاء على المعاهدة النووية، وهذا هو صلب الموضوع. الولايات المتحدة الأمريكية تقود العالم حاليا وستفرض مزيدا من العقوبات على إيران، وفي الأشهر القادمة سنرى تغير. المجتمع الدولي يتفاهم الموقف السعودي، وهذه خطوة واحدة فقط من المملكة العربية السعودية، ربما تتخذ مستقبلا خطوات أخرى إضافية ليعلم العالم أن الإرهاب يهدد الجميع وليس المملكة العربية السعودية واليمن تحديدا. جميل، أنا أشكرك شكرا جزيلا سيدة اللواء عبد الله القحطاني الخبير العسكري، حدثنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. سنواصل السيد عبد السلام حديثنا حول هذا الموضوع، ربما أيضا ردود الأفعال بالنسبة سواء كانت الأمريكية أو حتى الأوروبية حول موضوع تعليق المملكة العربية السعودية لشحنتها عبر مضيق باب المندب، ولكن سنذهب لفاصل قصير ونعود.